جاء الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهذه الأمة بكل ما يصلحها. تعجب الناس فقالوا إن محمدا علم أصحابه كل شيء حتى الحاجة كيف يقضيها إذا دخل الخلاء أي الحمام. دخول الإنسان إلى الحمام وهو محل قضاء حاجته، محل يتقزز منه الناس لأنه يقضي فيه وطرة، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الأمر إلى محل لكسب الثواب للمعاملة مع الله سبحانه وتعالى، حتى الواحد منا يمكن أن يدخل إلى الحمام ويكسب أجر بحسنات كثيرة، يمكن أن يطبق أكثر من 15 سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يسن لمن أراد دخول الخلاء عدة سنن، أولها أن ينزع خاتمه أو إذا معه شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا يدخل إلى الخلاء بذكر الله جل جلاله. ثانيا أن يسمي الله سبحانه وتعالى ويتعوذ بالله بتعويذ رسول الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والرجس النجس ومن الشيطان الرجيم، فإن ذلك يحفظه من الشياطين، لأن الحمام مكان اجتماع الشياطين. ثالثا يستر رأسه. رابعا يلبس النعال حتى لا ينزلق أو يدوس على نجاسة. خامسا يرفع ثوبه حتى لا يصيب ثوبه شيء من النجاسات فيعطله ذلك بعد ذلك عن أداء الصلاة. ثم يدخل إلى الخلاء برجله اليسرى، وينبغي أن لا يذكر الله سبحانه وتعالى وسط الخلاء، وكذلك يكره الكلام، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في وسط الخلاء، فإذا ناداه أحد فليتنحنح حتى يشعره أنه في داخل الخلاء. وينتبه في داخل الخلاء من التعري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك وقال: الله أحق أن يستحيا منه، فإذا أراد أن يقضي حاجته فيرفع ثوبه على قدر قضاء حاجته فقط. يسن أن يدعو بدعاء الستر، وهو بسم الله الذي لا إله إلا هو. أخبرنا الحبيب أن من قرأ هذا الدعاء ستره الله من أعين الجن فلا يرون عورته. كذلك علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حسن الاستنجاء. الاستنجاء وهو التطهر وإزالة النجاسة من مكان خروجها. أن نجمع بين الحجر والماء. اليوم يمكن الإنسان أن يستخدم المناديل مع الماء. ما كان العرب قبل ذلك والناس يعرفوا الاستنجاء من الغائط بالماء إلا بعدما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى امتدح جماعة من أهل المدينة لأنهم أول من بدأوا بذلك، وهم أهل قباء. قال الله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لماذا؟ لأنهم كانوا يجمعون بين الحجر والماء، فسنة للإنسان إذا أراد يستنجي يمسح بالمناديل أولا ثم بعد ذلك يغسل بالماء، فيكون بذلك عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويسن في الاستنجاء أن نستعمل اليد اليسرى ونكرم اليمنى عن ذلك. وكذلك يسن التنحنح والنتر، وهو الاستبراء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن عامة عذاب القبر من النميمة ومن عدم الاستبراء من البول، فينبغي الإنسان أن ينتبه. والاستبراء بالتنحنح وبأن يمر الإنسان يده من تحت ذكره حتى يخرج بقية البول من جسمه. بعض الناس يعتبر الجلوس في الخلاء وقت ضائع، فيحاول أن يملأه بشيء، ربما يملأه بشيء خاطئ كذلك. الوقت الذي نقضيه في قضاء الحاجة ليس ضائع، هو وقت كذلك للتفكر في نعمة الله. لهذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نخرج من الخلاء نخرج بالرجل اليمنى ثم ندعو بالدعاء هذا العظيم: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أو الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى في ما ينفعني. فنتفكر في نعمة الله، وكذلك يستشعر الإنسان انكسارا عظيما لله، لأنه يرى من نفسه ويشم من نفسه ما يستقدره، فلا يترفع بعد ذلك على الناس. فهذا من الفوائد التي تحصل للإنسان في وسط الخلاء. مما علمنا رسول الله كيف يتخلى الإنسان أن يقضي حاجته، فيسن
لمن أراد أن يقضي حاجته أن يرفع ثوبه على حسب حاجته فلا يكشف عورته مباشرة، ثم يجلس فيتكى على رجله اليسرى، فإن هذا يسهل عليه كما اكتشفوا الآن خروج الخارج من البول والغائط. ومن الأشياء التي يحتاج أن ننتبه إليها ونبهنا إليها رسول الله الحذر من أن يصيب الإنسان شيء من الرشاش إذا كان في مكان مفتوح لا يرد الهواء عليه الرشاش، ولا يبول في مكان صلب فيعود عليه الرشاش فيتنجس ثوبه. وينتبه الإنسان عند قيامه ألا ينظر كذلك إلى الخارج منه، ولا يدع خلفه ما يستقذره غيره من نظافة الحمام من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بمعجزة أن الأرض كانت تبلع ما يخرج منه، ولكن علمنا كذلك أن الإنسان لا يبقي أثره من ورائه فيتقزز الناس كما يحصل الآن في بعض الحمامات العامة خاصة وأماكن قضاء الحاجة العامة. الشيء الجميل في هذه السنن أن الإنسان يستشعر أنه مرتبط بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كل شؤون الحياة، حتى هذه الشؤون البسيطة الخفية هو متصل فيها بحبيب ربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتكتمل لنا بذلك مشاعر وأحاسيس معاني الاتباع للحبيب، فندرك معنى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.